offers us answers for these huge challenges. It's one global ecosystem. We can do this. We can change the world. نجد تحية كل ما التحق بينا توا على موجات إذاعة الشباب. هذه سيونس ماغ مازالت متواصلة معاكم ونمشي للتكنولوجيا والتكنولوجيات الحديثة ونمشي والمثال أمثلة من الشباب اللي قاعدين يعني مغرومين بالعلوم والتكنولوجيا الجديدة والحديثة ويحاولوا يوظفوها ويستغلوها للنهوض بحياتهم اليومية أو لتقليص المشاكل الواقعة المعاش. ما نطولش عليكم برشا، خلينا نستقبلوا مع بعضنا من مستير سمر تقية. مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب. عسلامة يعيشك وشكرا على الاستضافة الحلوة هذه. مرحبا بك سمر، ما شاء الله عليك اتيديونت في الملتيميديا، دونك ناشطة برشا على الفيسبوك، ناشطة برشا على اليوتيوب، عندك برشا تطبيقات قاعدة تخدم فيهم. خلينا نتعرف عليك أكثر سمر، كيفاش معناها غرامك جاء في الكودينج هذايا. احنا نحكيو كما قلت على الشباب وغرامه بالتكنولوجيا الجديدة والحديثة هذايا، خاصة نلقاو بورسنتاج كبيرة عند الشبان، لكن الشابات والبنات يعني نسبة قليلة. وهذا اكزامبل حبيت أنا نقدمه اليوم في سيونس ماغ، يعني البنوتات والشابات اللي مغرومين بالتكنولوجيا ويحاولوا يوصلوا معناها أفكارهم من خلال التكنولوجيا الحديثة وخاصة مجال الكودينج. كان معناها تقدم لنا غرامك وبعد نحكيه على التطبيقات اللي عملتهم التشالنج ولي فورماسيون ما شاء الله. معناها اول حاجه اني من قبل مغرومه بالشيء هذا، من الباك واني مغرومه ديجا باك انفورماتيك، معناتها من الباك تغرمت بالكودينج بالديفلوبمون وحدي الكل، وكملت في المسار هذاك معناتها وحدي، قررت نفسي هكا حبيت الدومين هذاك مشيت فيه انت مالجري، معناتها الفني نتاعي وكل ما كانتش حابه كيكه، معناتها كنت معذبه شيء هكا. انت شديت صحيح من وقت كان راسي صحيحه شويه. كانت عندك رؤيه، كانت عندك رؤيه سمر واضحه يعني انه المستقبل التكنولوجيا، يعني خاطر نشوف معناتها شوف الفيسبوك، ياسر العباد تستعمل في الفيسبوك، معناتها معناتها التكنولوجيا معناتها نحتاجينها في الوقت هذا، ولات مهمه يعني في حياتنا، مهمه على الاخر. ديجا من وقت يعني صغيره نمشي كان وراء الحاجه اللي نحب عليها، يعني ما نحبش نضيع في وقتي في حاجه ما عندها وين باش توصلني. وهذا مهم بالنسبه للشباب اللي يسمعوا فينا، معناها كيفاش نستغلوا الحاجه للاستفادة منها، دونك مش بتضيعنا وقتنا ولا باش تبعدنا على قرايتنا كما كانت تحكي سمر، معناها التعليم الأكاديمي مع التطبيق اللي حاولت هي تبقوا من أورديناتور نتاعها ولا التليفون جوست في أندرويد، دونك تنجم تدخل تعمل دي زابليكاسيون. من لي زابليكاسيون اللي خدمتهم ما شاء الله برشا نذكروا تعلم لغتنا، نظم حياتك، فرق قلبك بيني وبينك، علم صغيرك، عطينا فكرة عليهم سمر. اول ابلكيشن هي تعلم لغتنا، عملتها جوست باش اللي برا تونس يتعلموا اللهجه نتاعنا، معناتها معناتها مؤخرا نحن ديجا نحن في الوقت نتاعنا نفهموا مثلا المصري ولا اللبناني كي يبدا يحكي نفهموه، خاطر ديجا نفرجوا في حاجات على التلفزه وحده الكل ومعناتها نجموا نفهموا اللهجه نتاعهم، لان هما يلقاو صعوبه في تعلم اللهجه نتاعنا، معناتها كي يجيو تونس ساعات ما يفهموش حاجات، دونك قلت خليني علاش بوركو با ما تكونش ابلكيشن تعلم أموا حتى ما تكونش 50% معناتها على الأقل أقل معناتها بشوية تنفع شوية معناتها نكون مش متعلم شيء ولا يتعلم حتى حاجة أبليكيشن لدعم اللهجة التونسية، وزيد نخليه العباد يجيو لتونس خاصة مثلا للتوريست اللي باش يجيو نجم يدخل الأبليكيشن هذه يعرفك الكلمة هذيك يولي يحفظها وينطقها نعم نجم يبقى الكلمة معناتها كيفاش ينطقها ويسمعها هذا باش نعرفوا اللغه اللي تسهل الكوميونيكاسيون بالطبيعة. ايفيكتيفمون لابليكاسيون هي الثانيه نظم حياتك بلوز مو، معناتها نشوفوا نحن ياسر شباب توا معناتها يستعملوا فيسبوك وحده وكل ما مش يعملوا شيء ساعات يبداوا معناتها 24 ساعه فيسبوك هكا مش لاقيين في حاجات اخرين، معناتها لازم يقول لك مثلا اني بروجرامي باش نعمل حكايه الفلانيه ومن بعد يتفزت كل بروجرام هيك الكل، دونك لابليكاسيون هذه جوست تحط البلانينغ نتاعك النهار الفلاني شنو باش نعمل مثلا باش نقرا باش نخدم باش نهار فيسبوك معناتها ساعه ولا ساعتين، دونك ينظم وقته وقت اللي يكمل معناتها التاشن نتاعه ينحاها بيه. هذا نظم حياتك، فما زاد علم صغيرك. اي علم صغيرك مثلا كي صغار ساعات هم صغار تلقاهم مغرومين بالديفلوبمون من حين هما مصغره معناتها
ومو معناتها صحيحة مرة مدرسة مثلا 11 عام 12 عام وكان معناتها مازال هكا فهمت جوست معناتها يعلموا كيفاش ينطق كل كلمة هيك مثلا نحن في الديفلوبمون عندنا كلمة HTML CSS فهمت كل الكلمات هيك كيفاش ينطقهم بالحرف بالحرف وبعدين يعودهم مع بعضهم تطبيقاتيون سامبل هيك خاطر كما تعرف الصغار تعطي التليفون مثلا يقول لك هو تلقاه ديما يغدر كان التليفون يحب يشده يلعب بيه دوك علاش ما تحلوش الابليكاسيون هيك خليه يلعب فيها خليه يعمل يحب وهو يخرج منها على الاقل هو يفرفش معناتها يفرفش في كل الابليكاسيون فوالا لي مو تكنيك يعني يولي حتى بعد كي يمشي يتعلم كيفاش يعمل الابليكاسيون نتاعو دونك تولي اسهل هكا يعرف لي مو تكنيك يعرف كيفاش نعم ومو معناتها ما يستعملش مثلا حاجه زايده هكا يبدا يفرفش في التليفون مو مش يعمل حتى شيء يعمل حاجه يستفيد منها ومو يلعب بها وميم طو يخرج منها حاجه تشد نعم وفرق قلبك وبيني وبينك فرق قلبك هذا مهم جدا هذا فرق قلبك يظل برشا عباد قلوبهم مليانه الايامات هذيا يلا خير ثم هي فرق قلبك جوش معناتها كما تعرف مثلا ثم ناس ما تنجمش تعبر على مشاعرها على حاجات حسبيه معناتها تلقى ديما تحب تحكي كل الحكايه الفلانيه مي تخاف رياكسيون تاع الانسان المقابل باش تحكي له فهمت شنو رده الفعل نتاعو دونك تحب مثلا حاجات تحكيهم بينها وبين روحها ما تحبش تحكيهم قدام المرايه ولا حاجه ويمشوا على رواحهم لازم تحكيهم وتخليهم في الابليكاسيون معناها تخلي تخاص لازم تخلي تخاص تخلي مثلا هي جوست تحكي الحاجات اللي تحب معناتها الصايرين فهمت الحاجات المقلقين جوست باش تفرغ قلبه معناتها ما تخليش الكتمان وكل واحد فهمت لكن هنا فما حاجه سمر نجم نقولها لك كي يجي البورتابل في يد حد اخر شنو يصير وقتها لا هذه تنجم تحط كود باش حتى حد ما ينجم يستعمل لك الابليكاسيون هيك ما ينجمش حتى حد يدخل لك الخصوصيات نتاعك جنبك نعم هذا مهم معناها في الابليكاسيون دونك فما كود معناها اللي حكيته كل ما ينجمش يدخل له حد لا ما ينجمش وديجا معناتها معناتها اللي يتسجلوا في معناتها الصوت اللي باش تسجل واحد الكل يتسجل لك في الابليكاسيون ما يتسجلكش في الكارت ميمور نتاع التليفون معناتها انت كي تدخل كارت ميمور ماكش باش تلقى حد شيء ومش باش يرد لك التليفون هذه تيرابي جديدة يعني سمر معاك مع التكنولوجيا معناها كان قبل هكا واحد يحب يحكي حاجة ما يقولهاش الحد هكا يمشي يحفر حفرة هكا في التراب يحكيها ويغطيها ولا يحكيها تحت المخدة توا يمشي البورتابل نتاعه ويحكي معاه ويخليها غادي هكا وقت يحب يرجع لها يرجع لها وقت يحب الشيء يفسخها وقت هو معناها كيفاش يتصرف اي وقت اللي يحب يخرجها من مخه زاد ديجا بالتونسي الكلمات اللي في وسطها يخرجها من مخه ينحاها ويسخها معناتها فهمت هو ديجا واحد اذا يقول يعترف يعني بمشكلته ولا حاجه ديجا معناها تفسخت يعني تخرج من الميموار نعم ايش كلمة وقت اللي يبدا عنده جرأة باش يحكي سي بون معناتها هذيك الحاجه البلوس حاجه مهمه هذه فرق قلبك تصور فيها هذه باش مثلا تحكي حكايتك ومن غير ما يعرفك حد فهمت اذا باش نطور فيها كيف هكا معناتها هذه وموا ينجم ينصحك حد هذا معناها قابله للتطوير يعني تنجم مثلا حكايتك هذيك تشاركها مع حد اخر يعطيك دي زانفورماسيون ولا نصائح بي واخر وحده بيني وبينك بيني وبينك الابليكاسيون هذه باش نطور فيها زاد الابليكاسيون هذه جوست معناتها كيف الفايبر واتساب اما فما حاجه مختلفه مثلا نحن توا بحكم انه نبدا نحكي على فيسبوك الكلام مثلا نحكيه فيه ساعات مش معناتها 100% في ساعات الواحد يقيد يكذب عليك ولا يحكي تحكيات معناتها مش صحيحه ما عندك حتى صوت مثلا يبدا يحكي معك يقول لك خليها بيني وبينك الحكايه ما تحكيهاش يمشي هو يعمل كابتيرك هو يعمل كوبيك ويمشي يبعثها لحد اخر وهذا فما كل الحكاية دي كل شفتوش معناتها في وقت معناتها دونك قلت الابليكاسيون علاش ما تكونش معناتها تحكي مع الشخص مي يبقى الكلام بينك وبينه هو كيفاش مثلا انت باش تحكي معه باش تحكي معاه معناتها ما تنجمش حتى كان تعمل الكابتور ماكش تنجم تبعثها في نفس الابليكاسيون هيك فهمت مش تبع معناتها الكلام هذاك لحد اخر في نفس الابليكاسيون لازم اقول انها مش معناتها كثيفه وك
كحاجة معناتها نحب نوصلها إنه الإنسان بش يستعمل الابليكاسيون هيك يولي حتى أموا بينه وبين بروحه يتفكر الاسم الابليكاسيون هو وحده يولي يراجع روحه ويعمل حاجة أخرين وعاش صنف معناتها الابليكاسيون الشيح معناتها ما زلتش البداية نجم تكون أحسن من كيكا نجم تغلب حتى الفايبر والواتساب معناها كيما نقوله أنا باش نعطي مساج جوست لشخص معين فقط هذاك هو اللي يعرف المساج اللي أنا بعثته صحيح وان بليش معناتها أمور باش نحيو كل فكرة إنه مثلا نحكيو كلام والكلام هذاك يتعود وده شو نكونوا أمور معناتها صادقين في كلامنا وفي المشاعر متاعنا مثلا نحكيو حكاية مهمة تكون معناتها واعد الشخصيك ما تحكيهاش انت هذا يختلف من شخص لشخص يضل يا سمر هذيك هي المشكلة فوالا أما إن شاء الله باش نزيد نطور فيها حاجات بصرينا إن شاء الله عندك شن يوتيوب اللي باش يشاركوك بها معناها ليزانترنوت معناها ينجموا يدخلوا على شن اليوتيوب نتاعك اللي تعمل فيها دي تشالنج مسابقات على دي زابليكاسيون هذه كيف فصلنا أكثر سمر شن يوتيوب معناتها نعلم فيها دي لونجاج مثلا ضد لونجاج قدم حاجات يحبوا يتعلموهم معناتها العباد نفسرهم في فيديوهات فيديوهات قصار كل معناتها بشابيتر وحده الكل وأبار هذيك معناتها نعمل تشالنج باش مثلا نغرم العباد ونخليهم يوليو موتيفي أكثر من كيكا نخدمش كيف يتفرج في فيديو ويسمع ولا يتفرج في فيديو وحده الكل ساعات ما يعطيش جرأة إنه باش يوش يتفرج وكها وما يعودش معاك الابليكاسيون هيك ولا ما يعودش معاك الكود هيك كيفاش تعرفوا معناها هو شارك معاك سمر؟ في تشالنج نجم نعرف شكون الحاضر معناتها ملي كومونتير ملي جاوبوا فيها فهمت على خاطر لايف معناتها نجم العباد اللي تسال والعباد تشتك الحكايات وحده الكل نقرا لاشين نتاعهم اون بليس عامله كل فورميلير معناتها يعملوا انسكريبسيون ولا عملوا انسكريبسيون هذوكم بالطبيعه معروفين شكون اللي دخل وحضر وبيان سور بعد ما باش يعمل انسكريبسيون نجم يكون عمل انسكريبسيون وما دخلش للايف وما ما حضرش في التشالنج دونك بعدين في التشالنج باش نعرف شكون من هذوكم اللي عملوا انسكريبسيون حضروا فهمت من الاشياء نتاعهم من الحاجات اللي سألوا فيها ومن الحضور متاعهم كل شيء معناتها يبدأ ظهر في اللايف وبعد يظلي زادا كي كامل الابليكاسيون يظلي يبعث لك سمر معناها كابتور مثلا متاع الجو اللي عملها نهار السبت هو ديجا صار تشالنج اللي فات دونك اللي ربحوا كذا تخوا بخسون ربحوا في التشالنج هذايا كي ربحوا خذوا سيرتيفيكا اللي هما حضروا معناتها واحد الكل بعثوا لي جوست معناتها كل لي كابتور معناتها اللي هما معناتها عملوا الابليكاسيون هيك مي بطبيعه انهم اسرعوا شيء ديجا اسرعوا شيء بنقولكم هما اللي طلعوا لي معناتها كابتور تم تسلوا لاني مي هذا ما يعنيش انه مثلا نجم يبعث لك كابتور ونجم تكون الابليكاسيون ما تخدمش دونك بعثوا لي لابيكا هذه اللي باش تتصب معناتها في التليفون باش تعرف انه باش تكزيكيتي الابليكاسيون باش تشوف اسكو معناتها تمشي ولا وفما شكون عملت كيستيون ديجا شني اول ابليكاسيون هبطت على البلاي ستور عطيتهم ثلاثة اقتراحات دونك واحد برك جاوب للي هو اللي ربح اسمه ايمن المحمود تحية لي ايمن نحييك كان زادة ضيفي على موجة إذاعة الشباب يعطي الصحة زادة هو معناها عامل دي تابليكاسيون زادة مهمين جدا إن شاء الله الربح معنا فما معناها التبادل بين لي جون خاصة في المجال هذايا دونك من غير معناها ما تضيعوا وقتكم وتدخلوا على عشان يوتيوب نتاع سمر تقية تعطيكم لي معناها دي زابليكاسيون كيفاش نجموا تعملوهم بعد انتم بافكاركم تنجموا تطوروا معناها دي جو وغيرها وغيرها دونك زادة فما التطبيقات اللي حكينا عليهم تعلم لغتنا نظم حياتك فرق قلبك بيني وبينك تلقاهم على البلاي ستور دونك مجانا معناها ينجموا يتيليشارجيوها. ايفيكتومون، ديجا فما حاجة ثالثة في الشين يوتيوب اللي هي الادفايس، معناتها فما برشا معناتها نصائح نجم نعملهم، ديجا عملت فيديوهات ما هبطش برشا في الفنانة، جوست معناتها حبيت تكون متكونة الشين من تركي كودينغ معناتها باش تفسر شي في فيديوهات لي لونجاج، وزيد بادفايس خاطر نجم يكون عبد تلقاه مش متشجع باش يتعلم هيك دونك بالنصائح ينجم يتشجع باش ينجم يتعلم تغرمو
الديفلوبمون صحيح يولي معناتها يتغرم واحد الكل ومو خاطر ما غير نصائح وما غير تشجيعات ما ينجمش هو يتشجع معناتها على الاقل معناتها تكون حاجه بلوس تعاون شويه. هو الطريقه نتاعك يعني في الكوميونيكاسيون هي حلوه معناها طريقه هكا نتاع دي جون دونك توصل لهم المعلومه فاسيلمون باش يتعلموا التطبيقات هذوما. هذا اللي شجع معناها الشباب انه يدخلوا على شان يوتيوب ويتعلموا هالتطبيقات هذيا. شكرا لك سمر يعطيك الصحة على كل هالتوضيحات. وانت ميساج الاخراني للشباب شنو تقول له؟ نحب نقول عيش حياتك وكانها اخر لحظة في حياتك، ما تضيعش وقتك في حاجة ما تنفعش وما تتبعش صاحبك ولا صاحبتك عامل الحكاية شنو تتبعها. دوك خمم في الاوبجيكتيف نتاعك، خمم في شنو تحب توصل نهار اخر، دوك حط المستقبل بين عينيك وقدم شيء. شكرا لك ان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله رمضانك مبروك سمر تقيا يعطيك الصحة ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة الزايدة ان شاء الله وان شاء الله بالتوفيق ليك. فيوس ماك